يعني ما كانش معاها اي حاجه تدل على شخصيتها ولا حتى تليفون عليه اي ارقام نتصل بيها؟ لا خالص يا دكتور. على كل حال هي بقت كويسه، اول ما تصحى تخرج على طول، احنا مش ناقصين. ماشي يا دكتور. يا اختي انت لسه هتسبلي لي، الدكتور كتب لك على خروج، شوفي مصيبتك ايه ولا جايه لنا من اي داهيه، احنا كل يوم في النصايب دي. منك لله اللي كنت السبب، منك لله. أروح فين بس يا رب، أروح فين؟ يا لهوي تميمة، بتش تميمة، مالك يا بنت عاملة كده ليه؟ يا بنت انت خرصتي ولا ايه؟ يحرقك يا جابر مطرح ما انت قاعد، يا اختي يحرق الرجالة كلها، مالك يا حبيبتي؟ تعالي تعالي يا اختي، تعالي معايا. اتفضلي اتفضلي. التكشيرة دي ابدا ابدا مفيش حاجة. قولي لي بقى، تحب نقعد هنا ولا في البلكونة؟ لا مفيش داعي للبلكونة، حد يشوفك ولا حاجة يعني. طب اتفضلي 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 اقعدي. شوفي بقى يا هالة، من بداية التريقة أنا محبش حد يزعجني أبدا، وإحساسي إن أنا متراقب بيزعجني جدا. اي كافيه او مطعم او حتى اوتيل كل اللي فيه يعرفوني وهيراقبوني، وده احساس مش هيعجبني ابدا. مش عارفه بصراحه، انت محسسني ان انا ماجده وانت فريد شوقي فجاه. يبقى فين العامله السودا بقى؟ اقول لك، انت جميله جدا يا هالة، أجمل مما أي حد يتصور، بس في نفس الوقت أنا ما بحبش أعمل حاجة في الحرام، وبرضه في نفس الوقت ما بحبش أعمل أي حاجة تأذيني أو تضر بشغلي أو سمعتي. أنا هتكلم معاك بصراحة يا هالة عشان يبقى كل واحد فينا على نور، وما تجيش في يوم من الأيام تقولي إن أنا كذبت عليكي. على طول كده؟ طب يعني واحدة واحدة عليا، سيبني اخد نفسي الأول، يعني سيبنا نتكلم مع بعض، ناخد على بعض، بعدين هو في راجل يقول لواحدة أنت هتوسخي سمعتي. أنا بكلمك بصراحة، لأن بصراحة كده
من غير تعقيد وببساطة وزي ما هو. أنا عايزك لأنك عجباني وأنا بحب أبقى مبسوط قوي. إيه رأيك نتجوز؟ شهر، اتنين، تلاتة، زي ما احنا عايزين، وأي مبلغ أنت عايزاه. شهر، اتنين، تلاتة؟ وده يبقى جواز عبد العزيز بيه؟ وعليا النعمة أنت ما بيه، ولا تعرف حاجة عن البهوية واللي عملك بيه ظالمة. إيه رأيك 70,000 جنيه؟ يا عم أنا ماشية. بقول لك إيه؟ أديك عرفت مكان الشقة. لو جيت الشغل بكرة هعتبر دي موافقة منك. إيه أصله ده؟ الراجل ده بتاع تقطعك. هتيجي. عمرك كام سنة يا علي؟ وفاضل فيه كام سنة عشان تحبي وتتحبي وتعيشي زي كل البنات؟ حب ايه؟ جواز ايه؟ هتجوز عشان اخلف ولد ولا بنت يعيشوا في الفقر اللي انا عشت فيه؟ وليه يعيشوا في الفقر وانا عندي ورث ابويا اللي يخليني اعيش ملكة؟ ليه عملتي فيا كده؟ ليه ما رحتيش وقلبتي الدنيا عليهم؟ ليه ما دفعتيش عن حقي؟ ليه فضلتي الفقر والعوزة؟ عندك حق يا ليلى، الخوف والضعف هو اللي خلاها خايفة وخلاها تعيش في الهم اللي احنا فيه ده. بس أنا هاخد حقي، لا أنا ضعيفة ولا قليلة الحيلة، ومش هكون زي أمي قاعدة جنب الحيطة تندب حظها وتقول الحمد لله على نعمة الفقر. اهلا يا خالتي. امك نايمه ولا صاحيه؟ والله نايمه بس تعبانه شويه. إيه طب اروح واجي لها وقت تاني. لا لا ما يصحش، معقول تيجي وتمشي كده على طول؟ اشربي حاجه او حتى ارتاحي من السلم. اتفضلي. كلك ذوق زي امك. امي؟ طيب تعالي تعالي اقعدي يا علي. هروح اعمل لك بس الشاي واجي. يا بنتي وانا طول النهار ورايا غير طفحان الشاي والقهوه. تعالي اقعدي.